سؤالي يا شيخ، انه انا من زمان يعني عندي ذكاء بس ما طلعته، وظروفي كان ما تسمح، وكم 25 سنة تقريبا، فهل هذه السنوات اللي مضى علي يكون ذنب ولا شيء يا شيخ؟ تتكلم عن صيام ولا زكاة؟ الزكاة، أعتقد الزكاة. إذا كنت تكلمين عن ايوه الزكاة، ذكاء. الزكاة لا تسقط بالتقادم، وقولك الظروف لم تكن تسمح يعني شيء غريب. إذا كانت الظروف لا تسمح ماليا، معنى ذلك أنه لا توجد زكاة. لكن إذا كان هناك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. فلو قدر كان هذا المال موجودا ولسنين عديدة، بمعنى أن النصاب قد حال عليه مرارا، فإنه يجب عليك يا أختاه أن تؤدي الزكاة وأن ترجعي إلى المال في ذلك الوقت كم كان قدره، ثم تخرجي زكاة كل عام ربع العشر. فلو فرضنا عام 1430 كان المبلغ 100 ألف، فنخرج زكاته، ثم نخرج زكاة، ننقص مقدار ما أخرجناه من 100 ألف، ثم في عام 31 نزكي الباقي، وهكذا ربع العشر في كل 1000 ريال 25 ريالا. أعانك الله على هذا، واعلمي أن الزكاة ركن ثالث من أركان الدين يجب عليك الالتزام بها.